مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم، بما انه نحن بموسم شتاء وسقعة وبرد، بدي اعمل انا وياكم مشروب الهوت شوكليت. عنا اول شيء 3 كوب حليب، 3 كوب مي، ملعقة ونص صغيرة كاكاو، نص ملعقة صغيرة نسكافيه، نص ملعقة صغيرة سكر، واذا منحب الحلو اكتر ممكن نحط ملعقة صغيرة سكر حسب الرغبة، وعنا كمان ملعقة صغيرة نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، حط الكاكاو، كمان النشا. انا مثل كل مرة عم بعمل كمية صغيرة، اللي بده يزيد بضاعف الكمية. سكر النسكافيه خلطهم شوي مع بعض. بحط الحليب، كمان المي، بحركهم على الغاز. انتهينا، هلا بطفي الغاز، بحط الخليط بالفنجان. هذا الهوت شوكليت اللي عملته انا وياكم، كتير روعه بهالسقعه. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.